او اللي هيذاع اليوم في عرض هيقدمه الاخ ناصر امين عن احداث الرابعه العدويه وما حدث فيها بدقه شديده جدا خدت جهد كبير. وايضا هنعلن اليوم خلاصه التقرير الانتهاكات التي صاحبت الاعتصام وعمليه فطر لاول حاجه. النقطه الثانيه اللي هي مستخلصات التقرير وهي الطريقه التي توصل اليها التقرير دي دقيقه جدا ومهمه جدا. الحاجه الثالثه التوصيات، توصيات المجلس بعد دراسه هذه الاحداث. هذا وسوف يوزع التقرير ومرفقاته في وقت لاحق